ناموس لهجن الرياسة والتهنئة للمجازة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب في هذا المساء، مستمرين مع حضراتكم مع هذه الانطلاقات المتتالية في هذا المساء ومن عاصمة الميادين ميدان الوثبة شوطنا التاسع للإبكار اللقاية ينطلق على بركة الله وتوفيق مقدمة الشوط والمركز الأول يتابع أنخلي من تتقدم في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن هزي بن محمد المسافري من يقدم لنا هذه الانطلاقة. بينما أتابع العين الحاضرة في هذه اللحظات والقادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير المركز الثالث. القادمة الشاهينية بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا هذه الانطلاقة، انطلاقة الشاهينية المركز الرابع. القدوم والحضور من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا الشاهينية مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور من العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. بينما المركز السادس القدوم من الشاهينية الحضور من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما أتابع القدوم مع المركز السابع والحضور من الوثبة بشعار هجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وأتابع شعار هجن ند الشبا الحاضر مع الشاهينية سعيد بن سالم في عملية التضمير والمتابعة مع هذا الشعار المنطلق والمندفع مع هذه الأسماء. ولكن العودة ولكن الصدارة دائما ما تكون وتتكون مع هذا الحمر الخطير مع هذا الحمر الكبير شعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يتواجد بسعيد ينطلق بسعيد ليقدم لنا الشاهينية، الشاهينية على الصدارة على المركز الأول تتقدم بهذا العرض الكبير، تتقدم بهذا العرض الممتاز على الصدارة. المركز الثاني القادمة انخلي بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم بن محمد المسافري الله. المركز الثالث العين القادمة العين الحاضرة بشعار سمو وشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. المركز الرابع أوصلت الشاهينية أحضرت الشاهينية بشعار هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. وذياب يتقدم ليقدم لنا الشاهينية. بينما أتابع الوثبة 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 بشعار هجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الله من يقدم لنا هذه الانطلاقة، من يقدم لنا هذه الاندفاع مع المركز الخامس. المركز السادس العين القادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. بينما أتابع القدوم من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة مع المجازف محمد يا محمد يا بن عتيق بن زيتون يا المهيري بوسعيد.
بعيد من يقدم لنا أيضا الشاهينية، لكن نصل إلى لوحة الكيلومتر الأخير. الكيل الخطير يا المجازف يا المجازف يا محمد يا بن عتيق، لكن هناك الانطلاق مع الشاهينية مع أيضا بوذياب. المستحيل أتقدم في هذه اللحظات وينطلق بهذا الانطلاق، يندفع بهذا الاندفاع راشد بن محمد بسم المنصوري. بوذياب مع الصدارة، مع المركز الأول، مع الشعار الأحمر، مع الشعار الأخضر، مع الشعار الأجدر. دائما هذا الشعار معودنا على الفوز والنواميس. بسم الله عليها، بسم الله حواليها. طارت الشاهينية مع المستحيل بوذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري راح بالفوز، راح بالانتصار مع العروض الكبيرة، مع العروض الفاخرة، مع شعار هجن الرياسة الكبير. سلام للرياسة، سلام يا أيضا المستحيل، سلام على هذا العرض والأداء والفوز المميز من صالح هذا الشعار الكبير. المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن الرياسة، المركز الثالث والرابع أيضا نتابع العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد الزايد النيان، والمركز الخامس شعار هجن الرياسة. مع المركز الخامس كانت الوثبة مع خامس المراكز. إذن هذه لحظات الإعادة، الشاهينية وشعار هجن الرياسة والمستحيل الذي أبدع وأمتع بالعرض الممتاز في هذا المساء الكبير. هنا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني ولحظة الوصول، نتابع وإياكم عبر قناة ياس وعبر الشاشة الناقلة لهذه الأحداث. 7 دقائق و29 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية توقيت ولحظات وصول الشاهينية. المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 7 دقائق 31 ثانية، 4 أجزاء من الثانية توقيتها ولحظات وصولها. بينما المركز الثالث العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بالخميس الجنيبة أيضا من قدمها. 7 دقائق 33 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس